خلينا اروح تاني للملعب واروح للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، اهنيه على صداره المجموعه وايضا على انهائه دور المجموعات بهذا الشكل، واتصور انه الاهلي حقق ما اراده ايضا على المكاسب من اللاعبين الشباب في مباراه اليوم. كابتن سيد مبروك يا كابتن سيد. الله يبارك فيك يا كابتن، ازي حضرتك وتحياتي للكابتن وليد وكابتن اشرف. اهلا بيك يا كابتن سيد. يعني خليني الاول طمني على شريف عبد الفضيل. هو شريف عنده شد في العضله الخلفيه، بكره هنعمل اشعه ان شاء الله الرحمن ونحدد بقى مدى المده الزمنيه اللي هيحتاجها. نعم كابتن، ما هي اهم مكاسب لقاء اليوم من وجهه نظرك؟ لا حاجات كتير بالتاكيد، استضافه المجموعه ده اهم مكسب، لكن كمان في على 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 الاسلوب على المستوى الفني، عندك شاومي، عندك شكري، عندك تريزيجيه طبعا واستمراريته، عندك سعد الدين سليم، عندك مجموعه بقى لها فتره طويله بس العشي عوده عماد متعب فورمه المباريات كتير جدا يعني. واهمها كمان ان انت بتثبت نفسك ان انت عندك فريق متكامل، حتى لو غاب عدد كبير جدا. انت عارف الدكتور يمكن فكره الخوف من الانذار او الانذارين صحيح كانت مشكله كبيره بالنسبه لنا، كان الاهميه الاولى طبعا للدور قبل النهائي ان انت توصل كامل العدد. ما كنتش هفرح لو كسبت مثلا الزمالك ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا ايا كان العدد ويغيب عني اربع خمس لعيبه في السيمي فاينال يعني. يمكن انا مختلف مع كابتن وليد في دي شويه. الو معاك يا كابتن. اتفضل يا كابتن. الو. طيب وقلت له مختلف مع كابتن وليد في التليفون. أيوه كمان اختلف معانا بس على الخط قطع يعني، متهيألي معظم الناس لسه نفس. هيبقى استعدادك ازاي لهذا اللقاء يا كابتن سعد؟ والله طبعا يعني بالتاكيد هتبدا تستعد، هتبدا تحط خطتك هناك في نيجيريا، هتبدا اسافر بالتاكيد قبليها نشوف اللي هو ايه مكان الاقامه، مكان التدريبات اللي هناك. يمكن احنا يعني انت عارف الخيارات اللي هي ما بين خمسه وسته وسبعه ده المباراه الاولى. لو كنا هتفرض معاد مع دلوقتي انت مستني الجواب من عندهم يعني، هل هيلعبوا يوم سته هيلعبوا يوم خمسه؟ عاده ما بيلعبوش يوم خمسه، هو غالبا السبت بيبقى السبت غالبا يوم سته يعني. حسب الاسبوع جبنا السيديهات كلها اللي خاصه بالترجي وشام خير. جبنا المصيد ترجي في الجيم وشام خير كلها يعني تحسبا لها في نوع فيه. دي سلسله فنيه، نامل يا رب ان احنا نعديها بشكل كويس. فرقه لازم تحترم ولازم بالنسبه للتحليل النتائج كانت هي سابقه اللجنه التحليلية. طبعا المباراه طب هنعود الاتصال الو الو يا كابتن سيد اتفضل. عندها امكانيات كويسه، عندها قدرات هجوميه على فكره، عندها فراوده كويسه، فبالتاكيد لازم تحترمها ولازم تقدرها وتعمل حقها. وهو صورة كابتن سمير انت عشان توصل للنهائيه حتى لو لازم تكسب، لو لازم تكسب فهي النتيجه واحده يعني. طيب هل تتمنى مباراه الدور قبل النهائي تبقى بجمهور كابتن سيد، رغم حاله التوتر اللي موجوده بين اول مره في تاريخ النادي الاهلي حاله التوتر بين الجماهير واللاعبين؟ وعندي معلومه ارجو الا تكون صحيحه انه بعض من الجماهير يفكر في اقتحام النادي بعد يومين ثلاثه، وانه يقلع اللعيبه التيشيرتات عشان يمنعهم من المشاركه في المباراه الرسميه. والله بص يا كابتن، مفيش حد في الدنيا عاقل ابدا يقدر يقول ان انا استغنى عن جمهوري يعني، حتى وان كان بعض الاوقات او بعض الازمنه بيبقى فيها بعض الاضطرابات كده، لكن الاصل هو دايما اللي بيفضل يا كابتن شوير. بالتاكيد لو اتخيرت 100 مره ان الجمهور يجي معايا في المباراه اللي جايه هختار 100 مره ان الجمهور يبقى موجود معايا. كابتن كان في تصريحين متضاربين، تصريح كابتن حسام البدري قال انه من الممكن ان يشارك ابو تريكه افريقيا، حضرتك قلت الايقاف على كل المباريات محليا وافريقيا، بالفعل لم يشارك ابو تريكه اليوم، هل بالفعل الايقاف على كله يا كابتن سيد؟ والله يا كابتن بص احنا خدنا يعني الموضوع انتهى كده خلاص واتقفل، مش محتاج ان انت تتفتح، هو انت عارف الاهلي بيبقى واضح دايما في قراراته، فالموضوع منتهي يعني. كده ولا كده الموضوع منتهي يعني، ما فيهوش كلام. انت كجهاز خدت قرارك وخدت موقفك وقلته خلاص، ما اعتقدش ان انت هتغيره. نعم كابتن سيد، هل هيبقى في فرصه للمرحله القادمه للدفع بمزيد من الشباب بعد نجاح التجربه مع تريزيجيه وسعد سمير ورامي ربيعه النهارده؟ حسابات فنيه يا كابتن، كل واحد له مرحله، له مرحلته له وقته،
بتستخدمهم في الاوقات اللي تحقق فيها مصلحه الفريق وتحقق فيها كمان مصلحه اللاعب نفسه. يمكن اي لعيب في الدنيا كلها بيحتاج فرصه، لما بتجيله هو اللي بيتمسك بيها، لكن لما بتجيله كمان هل هو على الاستعداد الفني والاستعداد النفسي ولا لا؟ لازم يكون كده. يمكن انت عارف كمان بعض المشاركه الفعليه على المباريات المحليه بتدي مسافه زمنيه كبيره جدا، بتبقى بتحتاج وقت اطول، يبقى لي فتره طويله جدا لو تيجي اخر مباراه تشوفها في اي من فتره طويله، في اي رمي من فتره طويله. يعني لو بتشارك في مباراه محليه تقدر تخليه يستعد، تقدر تستعد في المباراه المحليه بعد 4 أيام بعد 5 أيام يلعب مباراه اولى ومباراه ثانيه وهكذا. لكن ما بين المباراه والمباراه اسبوعين، يمكن ما بين المباراه دلوقتي والمباراه اللي هي في السيمي فاينال 3 أسابيع، يعني هتلعب بعد 3 أسابيع من دلوقتي، ما كانش ولا مباراه رسميه، وبالتالي بتتاثر بالتأشيرة يعني. لكن الحسابات اعتقد انها موجوده في الاذهان، الدفع موجود في الاذهان بغض النظر عن الشباب او اللي ما بيلعبوش، لكن انت بتدي النهارده، بتدي احمد صديق، بتدي رامي، بتدي صعب، بتدي تريزيجيه، بتدي عماد بعد فتره، كل دي اسماء كانت غايبه بقى لها فتره. كابتن سيد عبد الحفيظ، تهنئه متجدده وكل التمنيات بالتوفيق ان شاء الله في الدور نصف النهائي. اخد نجم المباراه الاول من وجهه نظر الشخصيه، ممكن يتفق معاك كابتن اشرف والكابتن ولي.